للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقناة القاهرة الإخبارية. مرحبا بكم دكتور أشرف. دكتور، هل بالفعل الذكاء الاصطناعي أصبح يهدد الانتخابات الأمريكية؟ يعني مخاوف الأمريكيين من مخاطر الذكاء الاصطناعي في محلها، أم أنها من قبيل المبالغة ومن قبيل الشماعة التي يمكن أن يعلق عليها الأمريكيون أي إخفاق محتمل في الانتخابات القادمة؟ لا طبعا، هي في الولايات المتحدة الأمريكية دلوقتي بتمثل خطر كبير، اللي خلى كل الأجهزة الأمنية يعني نقدر نقول أن الذكاء الاصطناعي استطاع أن يصل إلى حوالي 75 مليون مواطن أمريكي في تحديد الاختيارات المستقبلية لمرشح الرئاسة، وده بناء على تقييم أجهزة الاستخبارات الأمريكية ووكالات الأمن القومي ووكالة الأمن الداخلي. يعني تايلر وزير الأمن الداخلي السابق يتحدث الآن بأن هناك خطر حقيقي، وخصوصا في سن الأمريكيين من 65 لما فوق، لأن اتضح أن هم يعني هذا السن في الولايات المتحدة الأمريكية وقع تحت تأثير يعني استخدام الذكاء الاصطناعي اللي بيحمل صور، دعايات، صوت، بيحمل حملات أو يقدم حملات مغايرة لأحد المرشحين. بطريقة أخرى، في اتهام واضح جدا من الصين، من روسيا، وخصوصا الصين الآن بأنها استطاعت أن تؤثر على الانتخابات في تايوان، والصين تستعد إلى التأثير على الانتخابات الأمريكية القادمة. والتأثير في إيه تحديدا؟ مش في الخمسين ولاية بقى، هم بيركزوا أكثر على السبع ولايات اللي احنا بنسميها الولايات المتأرجحة، أو الولايات اللي هي السوينج ستيت، اللي هي بيكون في تقارب بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. السؤال المهم، يستخدم هذه التكنولوجيا بتطورها بيختار أي من المرشحين الذي سيسكن البيت الأبيض؟ هل الصين ترغب في بايدن أو ترغب في ترامب؟ تقييم الصين أو روسيا أو أي دولة تستشعر بأن هناك خطر لمن يسكن البيت الأبيض سيعتمد سياسات عدائية، وهم طبعا لهم مصلحة. وفي الجانب الآخر، الأمريكيين برضو بيستخدموا هذه التكنولوجيا للتأثير على الانتخابات في كل دول العالم، منها طبعا الصين أو روسيا أو أي دولة لا تتفق مع السياسة الأمريكية. طيب دكتور أشرف، اسمح لي، أسف للمقاطعة دكتور أشرف، لكن هنا سؤال لابد أن يطرح. ما مصلحة الصين من وراء تدخلها عبر هذه التقنيات للتأثير على الناخب الأمريكي؟ يعني ده سؤال مهم، لأن العلاقات الصينية الأمريكية على سبيل المثال التجارية مثلا، علاقات من أكبر تبادل تجاري على مستوى العالم بين دولتين. طبعا الصين في معاملاتها التجارية بتستفيد من الولايات المتحدة. العدائيات أو الرسالة العدائية اللي بانت مع الحزب الديمقراطي أو مع إدارة بايدن كانت أعلى صوتا من إدارة ترامب. ربما ترامب بيحاول أن يقدم بعض التوفيقات اللي هي يقدر يتعامل مع الصينيين بشكل أفضل. ربما الصينيين عوضا عن تصعيد عسكري أو إحضار الناتو مع الولايات المتحدة في الأزمة التايوانية، لها طبعا اهتمام كبير على أن من يأتي للبيت الأبيض عبر الانتخابات. والمجتمع الأمريكي حقيقة يعتبر مجتمع ضعيف ومنهزم في استقبال الرسائل الذكاء الاصطناعي والتأثيرات التي تأتي من الخارج بالتأثير على المجتمع الأمريكي. ده بيرجع لطبيعة الثقافة، الاعتماد على السوشيال ميديا. يعني أقول لحضرتك على حاجة، يعني مدير وكالة الأمن الداخلي تايلر قال حاجة مهمة، قالك إحنا كأمريكا اللي ادينا للصين التكنولوجيا دي، فالصين طورتها وأصبحت بتستخدمها ضد أمريكا. يعني في اتهامات بدأت تبقى واضحة جدا أعلى صوتا تجاه الصين عن روسيا أو أي دولة تانية، بشكل يجعل يعني موضوع الانتخابات ده يعني فيه تحفز من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري لمقاومة التدخل القادم في الانتخابات. طيب هل يعقل يا دكتور أشرف أنه الولايات المتحدة وهي أكبر قوة تكنولوجية في العالم وأكبر قوة دولة متقدمة لن تستطيع أن يعني تصد هذا الخطر التكنولوجي؟ يعني أنت أشرت إلى أن أمريكا تستخدم هذا السلاح أصلا في انتخابات في بلدان أخرى. طبعا.
فلما لا تستطيع وتبدو عاجزة، والرئيس بايدن يعني عندما يطلب من الرئيس الصيني ألا يتدخل في الانتخابات الأمريكية وكأنه يستجديه، يعني لما يبدو في موقف الضعيف هنا في هذا الموقف وفي هذا الحرب التكنولوجية؟ هذه نقطة مهمة. الصينيين أصبحوا من الشطارة باللغة المصرية يعني إن هم طوعوا التكنولوجيا وطوروها، وأنهم استشعروا بقوة تأثيرهم على طبيعة المجتمع الأمريكي. يعني المجتمع الأمريكي في تركيبته في دلوقتي يعني تحفز تضخ مليارات الدولارات لمقاومة التدخل الصيني. دي حرب يعني بعض الناس يعتبروها من الجيل الرابع، من الجيل الخامس، مسميات لطبيعة الحرب. بدل ما يبقى في استخدام قوات عسكرية مباشرة، لا، ده أنا ممكن أتدخل في قرار انتخابك والتأثير على مواطنيك، وده طبعا تأثير معنوي خطير للغاية. يعني الحروب الإلكترونية والاختراقات الإلكترونية بدأت تتجاوز حدود يعني الانتخابات، بدأ يدخلوا في محطات ضخ البنزين، في محطات الكهرباء، في طبعا شركات الطيران. فأصبح الأمريكيين يشعرون بالخطر، وبالتالي يعني تجهيز مليارات الدولارات لمقاومة هذا التهديد يمثل ضغط كبير على الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مستنزفة حقيقة. والدليل على ذلك أن إدارة بايدن يعني عندها طبعا الأسعار بترتفع، التضخم، قضايا البنية التحتية، يعني عنده قضايا عايز يخصص لها موارد أكتر من أن هو يواجه الصين، بجانب طبعا الأزمة الأوكرانية، وطبيعي طبعا الانفاق الدفاعي الضخم اللي بيحاول يقدم الكونجرس أو الإدارة الحالية دعما لأوكرانيا. في تهديد فعلا مباشر الأمريكي. أقول لك على حاجة، هوليود يعني مجتمع السينما، لما تتخيل أن بيجهزوا الآن أن هم إزاي يوضحوا للمواطنين الأمريكيين باستخدام صناعة الإعلام، لدرجة أن برنس هاري وميجيل يعني بيخوضوا الآن عن طريق مؤسساتهم الخيرية في كاليفورنيا حملة في هوليود لأنهم يوقفوا احتمالية التدخل في الانتخابات الأمريكية. هذا الأمر جدا خطير. يعني بقى الحزب الديمقراطي، الحزب الجمهوري، مجتمع السينما، مجتمع طبعا الميديا، الواشنطن بوست، النيويورك تايمز، كل مجتمع الإعلام وكأنها حرب عالمية ثالثة، يستعدون لمقاومة التدخل القادم في الانتخابات الأمريكية، وخصوصا في 7 ولايات. يعني قال لك في أريزونا على سبيل المثال استطاع الذكاء الاصطناعي أن يؤثر على توجهات الناخبين في ولاية أريزونا. في 5 مليون دولار بس اتدفعت، وده رقم بسيط جدا، استطاع أن يغير تفضيلات الناخبين في ولاية أريزونا، ودي ولاية من الولايات المتأرجحة، يعني أريزونا، بنسلفانيا، نيفادا، فلوريدا، وسكونسن، جورجيا. دي ولايات لو فعلا حصل في تأثير كبير جدا على تفضيلات الناخبين سواء للديمقراطيين أو للجمهوريين، سواء لترامب أو بايدن، فده ممكن يطير الانتخابات من المرشح الذي يسعى للحصول على كرسي البيت الأبيض. فالأمر جدا خطير، لأنه بيمثل حقيقة تكلفة مالية ضخمة على الولايات المتحدة لمواجهة هذا التحدي، وكأنه استنزاف تقصده الصين أو أي دولة أخرى تستشعر الولايات المتحدة تنغص عليهم في أقاليمهم في مناطقهم، وبالتالي الولايات المتحدة تستقبل هذا التهديد وهذه الحرب بكثير من الاستعدادات وكثير من المليارات، وهي وكأنها استنزاف محتمل ومتوقع للولايات المتحدة الأمريكية. لكن دكتور أشرف، ألا يستغرب هنا أن في كل انتخابات، يعني هذه ثانية انتخابات أمريكية يتعلل فيها بمؤثر خارجي؟ يعني الانتخابات السابقة قالوا أن روسيا تدخلت في نتائج الانتخابات وأثرت على الناخبين، اليوم في هذه الانتخابات يقولون الصين. يعني أليس الأمر فيه شيء من المبالغة ورمي الأمور على جهة خارجية، وفي كما قلنا في بداية الحوار إنه الأمريكيين يبحثون عن شماعة ربما يعلقون عليها أي إخفاق محتمل في الانتخابات القادمة؟ دي نقطة مهمة، لأن المجتمع الأمريكي في ثقافته إذا لم تجد العدو فانشئ العدو، ودي جزء من يعني إدارة العلاقة بين الناخب الأمريكي وبين مجتمع واشنطن. يعني خلقوا الإسلام السياسي، خلقوا الاتحاد السوفيتي،
باعتبار أنها الموجة الحمراء التي تهدد الولايات المتحدة الأمريكية منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي وبعد ذلك إلى أن انهارت حسوبتي. دلوقتي خلق عدو يأتي من وضع الصين أو روسيا في أنها المهدد للولايات المتحدة الأمريكية، وده بيحقق ترابط كبير جدا بين المواطن وبين رجال السياسة أو بين من يصنع السياسة في واشنطن دي سي. دي أمر معتاد عليه ومفهوم. في نقطة تانية مهمة أوي، هو أن الولايات المتحدة في توازناتها مع في السياسات الدولية من المهم أن تظهر الخصم بأنه يحاول أن يهدد الأمن الأمريكي، وبالتالي كل الضربات الموجعة للاقتصاد الصيني أو الاقتصاد الروسي فيعطي للشعب الأمريكي بأن هناك تبرير بأنهم هم من حاولوا أن يهاجمونا، هم من حاولوا أن يتدخلوا في انتخاباتنا، هم من حاولوا أن يؤثروا على ديمقراطياتنا العريقة، وبالتالي الرد الفعل الأمريكي بيعطي أرضية للناخب الأمريكي أو للشعب الأمريكي أو لكل الدول المتعاونة مع الولايات المتحدة الأمريكية بفكرة justifying، يعني التبرير مهم. وبالتالي كل من ينهزم في انتخاب سيكون هناك تحميل على الصين أو روسيا أو تحميل على تزوير حتى باتهام في الآلية الانتخابية أو التصويت عبر البريد الإلكتروني. هذه شماعات جاهزة للتعليق الفشل المحتمل سواء للحزب الجمهوري أو للحزب الديمقراطي. ولكن نستطيع القول أن إدارة السياسة المحلية الداخلية الأمريكية فيها كثير من التعقيدات في تعاملها مع الشأن الدولي أو مع الدول المتنافسة التي تحاول أن تهز الهيمنة الأمريكية، والدولة القادرة على خلخلة الهيمنة الأمريكية هي بالتأكيد الصين وليست روسيا. وبالتالي الصين في الأيام القادمة في السنوات القادمة ستكون دائما من يعلق عليها الشماعة، لأنها هي التهديد الحقيقي للهيمنة الأمريكية أو للسيطرة الأمريكية في أماكن كثيرة من العالم. وبالتالي هذا متوقع أن يسمع في الإعلام الأمريكي في الأيام القادمة قبل الانتخابات أو ما بعد الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر. يعني أنت أشرت قبل قليل لأنه الذكاء الاصطناعي بالفعل أو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالفعل من الممكن أن تؤثر على الانتخابات القادمة، لكن أفهم من كلامك دكتور أشرف أنه المخاوف الأمريكية فيها شيء من المبالغة، هل هذا التوصيف صحيح؟ في شيء من المبالغة بالتأكيد، ولكن هو يظل أيضا تهديد، لأن الأمريكيين طبعا يعرفون أنفسهم أكثر من أي شخص آخر. هم يدركون أن عندهم ضعف يعني محتمل أو ضعف متوقع بسبب يعني طبيعة الحرية أو طبيعة استخدام أدوات التواصل الاجتماعي في العمليات الانتخابية، يعني أصبحت جزء من الحملات الانتخابية. وبالتالي يعني أمريكا في موقف أزمة، هو في طبعا مبالاة بلا شك، وهم بيحاولوا طبعا أن هم يحفزوا أو يضغطوا بكل ما لديهم من موارد من أجهزتهم الاستخباراتية، بيتعاونوا مع كل أدوات الدولة الموجودة زي هوليود أو أدوات الإعلام أو تخصيص مليارات الدولارات التي دفعت من قبل للجامعات الأمريكية ومراكز الأبحاث كي يطوروا أدوات تكون قادرة على وقف الميس انفورميشن أو المعلومات الخاطئة أو الصور الخاطئة أو المحتوى الخاطئ. يعني حتى لسه من الأسبوع اللي فات في رسالة عملت لبايدن صوت وصورة ووجهت إلى يعني منطقة معينة في الولايات المتحدة الأمريكية، والناس بدأت تصدق الصوت والصورة بتقول إيه لبايدن، بقول لهم أنا كبرت في السن، أنا غير قادر على الدخول في الانتخابات، فانتوا ما تعولوش عليا ان انتوا تنتخبوني وحاولوا تشوفوا مرشح تاني غيري. دي طبعا ذكاء اصطناعي معمول بحرفيه شديده. اصبحت هذه التكنولوجيا تستطيع ان تقنع مواطنين في طبعا دوله بحجم قاره 50 ولايه، وبالتالي من الصعب ان تستطيع ان تستهدف او تمنع كل الولايات، وبالتالي هناك مليارات تدفع الان في مجال الأبحاث في مجال الأجهزة الأمنية لمحاولة وقف استخدام الذكاء الاصطناعي للاختراق الانتخابات الأمريكية القادمة، وسيتم اختراق الانتخابات الأمريكية وهذا متوقع أيضا. نعم يعني دكتور أشرف، هنا لابد أن نستدعي مقولة مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي الأسبق في 2019 عندما كان يتحدث عن التحديات القادمة للولايات المتحدة، قال الصين ثم الصين ثم الصين.
على أي حال شكرا جزيلا لك دكتور أشرف سينجر خبير السياسات الدولية بقناة القاهرة الإخبارية، كنت معنا من القاهرة.